معاكم دكتورة داليا شهاب فاوندر اوف داش كلينيك. النهاردة هتكلم عن الخيوط، والخيوط دايما لما انا بتكلم عليها انا اقصد خيوط الشد، مش الخيوط اللي بتتحط بس عشان الوش يبقى فيه نضارة اكتر او كده. الخيط اللي هتكلم عليه هو خيط مميز جدا، هو سيلوات سوفت، ومن اسمه سوفت فهو مش بيدي الداون تايم او النتيجة اللي فيها شد رهيب انت ما تقدريش تطلعي برا بعد ما تعملي الاجراء. بعد ما بنعمل الخيوط انت بتقدري تستعيدي حياتك بطريقه طبيعيه جدا من تاني يوم. سيلوات سوفت الميزه بتاعته ان انا بقدر اعمله من اول الميدل ايج، في سن اصغر شويه من ممكن بقيه الخيوط. هو بيساعدنا في اعاده توزيع الدهون في الوش، الفات ريبوزيشننج. الناس اللي بتفقد وزن او الناس اللي ممكن تبقى جيناتيك عندها منطقه الجول فيها فاتس اكتر شويه، الناس الفيس بروبورشنز بتاعتهم النسب بتاعه الوجه مش مظبوطه قوي، بحيث ان احنا المفروض نبقى اعرض شويه من عند الزيجوما والوش بيبقى ارفع من عند الدق نتيجه وجود فيه تجمعات دهنيه، السن او فقدان الوزن او اي سبب تاني. ساعتها بنقدر نستخدم سيلوات سوفت عشان نعيد توزيع الدهون في الوجه. سيلوات سوفت ليه كمان ميزة أحسن، إن بعد ما بنعمل بيه الإجراء بتاعنا بيعمل كولاجين ستيميليشن، بيعمل تحفيز لإنتاج الكولاجين في بشرتك. بعد النتيجة الأولية اللي أنت بتاخديها من شد ورفع وتغيير نسب الوجه للنسب الأحسن أو الأحلى على شكلك، بعدها بيحصل إعادة تنظيم للكولاجين في الوش، فبتلاقي حتى الجلد نوعه اختلف، التكتشر بتاعت الجلد بقى مختلف، بقى فيه راديانس كده، نضارة في الوجه بعد من شهر لثلاث شهور من الإجراء. السيلوات سوفت بيساعدنا جدا في منطقة الجول، المنطقة دي بتبقى ريزيستنت جدا لما اجي اعمل فيس ليفت فيلر او اي اجراء تاني، مش بتترفع بالقدر الكافي ومش بتبقى فعلا اترفعت اكتشوال ليفتنج ليها. فاحنا لما بنستعمل سيلوات المنطقة دي فعلا بتترفع وبتروح مكانها تاني، الدهون بدل ما نزلت من الوجه وفضلت متركزة عندي عند الجول، بنقدر ان احنا الدهون دي travels across the thread وتطلع تاني في مكانها الطبيعي. طبعا السيلوات هو خيط FDA approved، فده لازم علشان احنا لما نحط حاجة في جلدنا نبقى متأكدين من الإفيكاسي بتاعتها، كمان من الأمان بتاعها. هو خيط آمن جدا ان احنا نستعمله، ممكن نستعمله في سن صغير بمنتهى الأمان.